السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة، ألا وهي إزاي أحول البوينت كلاود لريفيت. ودي من أكتر الحاجات اللي مطلوبة في مواقع زي الأب ووركس زي الفريلانسر، وفلوسها أضعاف أضعاف شغل ريفيت العادي. يعني شغل ريفيت العادي إن هو يديك مخططات أوتوكاد يقول لك ارسمها بتبقى بمبلغ، إنما لما بوينت كلاود لأن قليل أوي اللي يعرفها فبيبقى أغلى بكتير. فلذلك نركز فيها وان شاء الله تلاقيها سهله جدا، ويمكن تلاقيها اسهل كمان من الشغل العادي. طيب انا دلوقتي عايز ابدا ادخل ملف البوينت كلاود. طب ايه هو البوينت كلاود؟ البوينت كلاود هو عباره عن نقط بتنتج من جهاز اسمه ليزر سكان. جهاز الليزر سكان ده بيبقى جهاز صغير بيتحط في قلب الاوضه على حامل زي كاميرا كده، وبيبدا يلف ويبدا ياخد يدلك اشعه ليزر، ولما ترد في حيطه وترجع يبدا يفهم الحيطه ويبدا يجيب لي موديل للبيب. طبعا من البرامج الشهيره في انها تقرا الملفات دي برنامج اوتوديسك ريكاب، وهتلاقي شرح كامل ليه من اوله لاخره على بيم اريبيا. هو برنامج ريكاب بيسطب اوتوماتيك، لو انت بتسطب الاوتوكاد بينزل معاك، بيسطب ريفيت بيسطب معاك وهكذا. هو من برامج اوتوديسك بتبدا تدخل النقط وهو بيبدا يحاول يفهمها ويحاول يتعامل معاها. في كذا طريقه طبعا لتحويل بوينت كلاود لموديل بيم. هنشوف دلوقتي الطريقه اللي هي الطريقه اليدويه خالص من غير الاستعانه باي حيله او باي حاجه. تمام، ده برنامج ريكاب. تمام، تقدر تفتح مثلا هوت ده اهو، مثلا الجهاز بتاع ليزر سكان كان موجود وبدا يلقط النقط. خلي بالك دي مش المبنى، ده النقط. تمام، ده عباره عن ملايين النقط. الترابيزه دي مكونه من نقط كتيره جدا. تمام، هو عشان ياخد الصورة أفضل كان حاطط جهازين، جهاز هنا وجهاز هنا، وبيبدأ ياخد الرؤية. ممكن الجهاز ده ما يشوفش حاجات اللي هي ورا الترابيزة، الجهاز التاني يلقط لي المعلومات ويبدأ يحطها لي. تمام، بشكل أفضل. ده طبعا كل ده بتبقى عبارة عن ملايين النقط. طيب دلوقتي هنفتح الأوتوديسك، هنفتح الريفت وأقول له نيو وأقول له أنا عايز أبدأ ملف. طيب ده هنا مفيش تمبريت، فاقول له انا عايز اخد التمبريت. التمبريت بيبقى موجود في السي بروجرام فايل، بروجرام داتا اوتو ديسك. الريفت طبعا انا شغال على ريفت 19. عايز اجيب تمبليت ريفيت. التمبليت تقدر تختار مثلا متري، شوف بقى انت عايز تختار معماري ولا انشائي ولا زي ما انت عايز. تمام، انا اختار دلوقتي كونستراكشن ديفولت متريك. اوبن واوبن، هيبدا يفتح لي. هو بيعمل ابديت للموديل اللي ماشي 19، فرحت فاتح مالتش فتح 18. هو بيعمل updated، هيظهر لي ملف فاضي وابدا ادخل عليه البوينت كلاود. طيب عشان تدخل البوينت كلاود هتقول له insert، وهتقول له انا عايز ادخل البوينت كلاود، فبيبدا يقول لك فين المسار اللي انت عايز تفتح الملف. طيب تعال نشوف هو بيدور عليه. هو بيدور على امتداد اسم بوينت كلاود بروجكت اللي هو RCP وبوينت كلاود RCS. دول اشهر امتداد، وفي امتدادات تانية كتيرة غير دول. طيب انا هقول له انا عايز الامتداد دوت اهوت. بيقول لي عايز سنتر تو سنتر ولا اورجن تو اورجن. هقول له اورجن تو اورجن، يعني 00 تبقى مع 00، واقول له اوبن. طيب بيقول لي في مشكلة في البيانات. طيب نشوف التاني بوينت كلاود، واقول له انا عايز ال RCS، وراح مختاره urgent urgent open. تعال نشوف كده في 3D اهو المبنى اهوت بالشكل ده. طيب لو انا عايز ابدا احول ده كل ده لموديل، طيب انا اول حاجه اعملها ان انا اظبط الليفل بتاعي. يعني هاجي هنا من اسم. طيب انا دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج ان انا احط الليفلات اللي هبدا اشتغل عليها. اقول لكم على سبيل المثال انا مش محتاج الليفلات اللي تحت ديت مثلا، اهي
انا محتاج مثلا نبل الاتنين ده، ممكن ارفعه مثلا لهنا كده اهو، وهبدأ اظبطه. ده اللي هيبقى فيه الفلور. طيب الليفل دوت هبدأ اسحبه من هنا لهنا. تمام، يبقى انا ظبطت كده ايه اول ليفلين. ممكن ابدا اظبط ليفلات تانيه. اه خلي بالك هو 2800 اهي بالظبط. حلو. طيب هبدا اسحب مثلا دوت، اعمل كرييت لليفل تاني للجزئيه دي مثلا. لو انا عندي جزئيه على فكره، دول مش ليفل، دول جزء تكمله للسلم. يعني الليزرز كان لقط جزء تحت وجزء فوق، فلو انت عايز تحطهم حطهم، مش عايز تحطهم ما تحطهمش. طيب انا مثلا عايز اخش على ليفل 1. تمام، ممكن تسحب الموديل ده وتخلي على الزيرو لو انت حابب، يعني تخلي ده زيرو وتسحب الموديل ده وتنزله معاك، ما فيش اي مشكله خالص. تمام، طيب خلينا نخش كده على ليفل 1 اهو. طيب في مشكله بقى اللي هو ايه، الزاويه ديت، الزاويه دي مايله شويه. طب انا محتاج ان انا اظبطها. تمام، هنيجي هنا لمانيش وتبدا تقول له انا عايز الف البروجكت نورس، مش الترو نورس، البروجكت نورس. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقول له هات لي من انوتيت، انا عايز ارسم لاين عشان اظبط الاتجاه بتاعي، وليكن مثلا اللاين بالشكل دوت. تمام، اه وهقول له بعد كده انا عايز ابدا اظبط البروجكت روتيت بروجكت، فبقول له انا عايز احدد خط وانت تظبط عليه. اه خلاص، المبنى بتاعي هو بدا ياخد الزاويه وظبطنا الليفلات، كل الكلام ده ما خدش مننا ثواني. تمام، نبدا بقى نشوف هنبدا نرسم الحوايط ازاي. يعني عايزين نبدا نرسم حوايط، او خلينا نرسم الفلور. تعالى نرسم الفلور، تعالى نرسم الفلور. هاجي هنا من ارتكشر واقول له انا عايز ارسم الفلور اهو، وهبدا ارسم انا الفلور بتاعتي. تمام، اه مثلا من هنا. طبعا لما اظبط الفيو رينج زي ما نشوف مع بعض دلوقتي، هتبدا تظهر معاك الحوايط بالظبط، فتقدر تاخد الحوايط بتاعتك زي ما انت عايز، مثلا من هنا لهنا. ممكن انت شايف مثلا ان الحته دي لا تقسم على اتنين فلور، مفيش مشكله. تمام، هنخش تاني ونبدا نظبط، لو في اي مشكله هنعدلها. يعني ممكن تعتبر دي فلور ودي فلور تاني. دي غرفه ماتيريال ودي غرفه ماتيريال، ولما تشوف في 3 دي هتبان معاك الصوره اوضح، ولما تشوفها في 2 دي، لما تشوف في سيكشن، كل الحاجات دي هتخليك تطلع ب موديل مظبوط تقدر تشتغل عليه. ده على ليفل 1 اهو. طيب هو كام؟ 360. ماشي، طيب اوكي. طيب لو احنا جينا هنا وقلنا احنا عايزين نلعب في الفيو رينج، الفيو رينج هنا من كام؟ من 0 ل 1200 لحد 1200. طيب خليها مثلا لحد 1200 واقول له البوتوم بتاعي مثلا 400 على سبيل المثال. تمام، بدأ الحاجات اللي هي تحت وفوق تختفي، فيبدأ يظهر معايا الحوائط، أقدر أعرف إن دي حائط، وأقدر أحاول أخمن السمك بتاعها قد إيه. تمام، وممكن تعملها في 3 دي. خلينا بقى نقول له مثلا وول. تمام، وتشوف الوول قد إيه، ونقول له مثلا إحنا عندنا وول مثلا من هنا كده. لا ده حائط كبيرة أوي، ده دي شكلها مش حائط، دي هتلاقيها حاجة بارتيشن مثلا، حاجة زي كده. تمام، طبعا بنستعين بالصور على اساس نتخيل شكل الحاجه، برضو كبيره ممكن يكون في مشكله في المقاس. طب خلينا نشوف كده في 3 دي اهو. تقدر تقول له انا عايز سيكشن بوكس اهو، تقدر تقول له انا عايز كده. فتقدر تتخيل شكل المبنى عامل ازاي. تمام، ممكن نشوف عنصر يكون معروف قد ايه بالظبط. تمام،
اي عنصر هتقول لواحد مثلا قيس لي باب مثلا او ترابيزه، هيستعرف قد ايه، وبناء عليه تقرر اذا كان الموديل ده ممكن تكبره او هو مثلا. نقدر نرسم الحوائط في قلب البناء او في 3D. يعني ممكن تيجي مثلا في 3D بالشكل دوت، عايز ترسم الحيطه ديت، فبتيجي هنا وول. اهم حاجه تحدد من ليفل كام لليفل كام، احنا قلنا من ليفل 1 لليفل 2 تمام. وتبدا تحدد الحيطه اللي انت عايزها، السمك بتاعها. هتبدا بقى ترسم الحيطه بالشكل دوت. الشكل دوت الحته دي مثلا حاسس انها رفيعه شويه، فهتيجي هنا وتعمل منها دبليكيت، وتقول له مثلا خلي دي 100 وهنا تبقى 100 بالشكل دوت. وطبعا بعد كده هنبدأ نعدل كل شوية، مثلا تلاقي حاجة معينة عايزة تتظبط فتبدأ تظبطها وهكذا. ممكن مثلا تاخد سيكشن فتلاقي فيه سيلينج في الحتة دي، فتبدأ تحط السيلينج بتاعها الحتة هنا مثلا، تبدأ تقول له وول، وتبدأ تمشي عليها بالشكل دوت من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. وبعد كده بعد ما تخلص بقى تبدأ تشوف الحاجات اللي هي كراسي فالفاميلي، تقدر تحملها من اي مكان، وتقدر تعمل لها موديل ان بليس لو انت حابب. يعني حابب تعمل حاجه مثلا زي الترابيزه دي مثلا، كل حاجه تدخل كومبوننت وتقول له موديل ان بليس، وتختار مثلا كيبورد مثلا اوكي مثلا التيبل، وهتبدا بقى ترسمها تمام. يعني هتقول له مثلا اكستروشن، وتقول له مثلا دي من 1200 مثلا ل 1250 تمام. وتبدا بقى ترسم الخطوط بتاعتك مثلا، خط اهوت اهو الفكره كلها ان انت تعمل زوم على الجزء اللي انت عايزه، وتتاكد ان الشغل مظبوط وهكذا. تقدر تشوفه في ال 3D، وتقدر تشوف القاعدة طبعا بتاع الترابيزة ترسمها موديل ان بليس كله. يعني في المرحلة دي محدش بيهتم بالمواصفات، لأن خلاص كل حاجة اتعملت، بس محتاج إن أنت تحطها في الموديل بحيث إن تستفاد منها تمام. فنش الموديل طبعا تستفاد منها بقى في الأسبلت وهكذا. طول ما احنا شغالين بنبدأ ناخد سيكشن 3D، ببدأ أشوف الحاجات، عملنا هي الحوائط اهيت، ببدا اشوفها تاخد سكشن 3D كتير، تاخد قطاع، تبدا تشوف الابواب، تبدا ترسم الحيطه تحت وتحط الباب. الموضوع ما بياخدش وقت كتير زي ما الناس مصوره، بس مطلوب جدا في على الانترنت وعلى موقع الفريلانسر تمام. في ناس كتيرة بتخصصها الموضوع دوت، الكراسي مثلا تعمل فاميلي واحده او تجيبها من على النت وتبدا توزعها. وطبعا هي اصلا موجوده، يعني هي اصلا الحاجات دي اشتريتها، فسهل تعرف اسم الشركه وتدخل تحمل الفاميلي من عنده. اتمنى يكون الدرس بسيط، ويكون لو في اي شكل قول لي، ونعمل فيديو تاني وتالت لحد ما الموضوع يبقى سهل، وان شاء الله ربنا يفتح بيه بيوت ويبقى سبب للرزق.